سيدي يا سيدي يا سيدي برضا عايش أنا بذكرك عايش أنا بحماك برضاك يا سيدي يا سيدي مكة ومدينة النور يا ما نفسي اروح وازور مكة ومدينة النور والف هناك وادور على مكة وكامل النور يا ما نفسي اروح وازور مكة ومدينة النور يا ما نفسي اروح وازور مكة ومدينة النور والف هناك وادور على مكة وكامل النور حبيبك شفيعك حبيبك شفيعك يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا أنا بصلي على النبي واشكي وامحي اللي فات واروح جبل عرفات واشكي وامحي اللي فات اصل هناك الذنوب تتبدل لك حسنات اصل هناك الذنوب تتبدل لك حسنات حبيبك شفيعك حبيبك شفيعك يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا سيدي علي يا با يا با يا با يا شيخ العرب يا با يا با يا با يا با يا با يا با يا سيدي علي يا با يا با يا با يا با يا با يا با يا شيخ العرب طبيب للجراح ما تشوف لي دواء الحالي قالوا النبي يا طبيب للجراح ما تشوف لي دواء الحالي انا بداويك جميع الناس وما لاقي دواء الحالي يا با يا با يا با يا با يا با يا با ماما شكرا لفرقة نجوم الليل محمد منسي اللي هيكونوا معانا النهارده خلال حلقتنا.
واسمحوا لنا ان احنا نرحب بضيفنا الكريم الفنان القدير الاستاذ طارق الدسوقي. مساء الخير، كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيبه يا هند، وانت طيبه يا نجلاء، وانا سعيد جدا بوجودي معاكم في الشهر الكريم، وسعيد اكتر ان انا يعني جاي اقول للناس كل سنه وهم طيبين ورمضان كريم، ومن خلال ماسبيرو ومن خلال القناه الثانيه، فده شيء بيسعدني جدا الحقيقه. انت ابن ماسبيرو؟ طبعا طبعا. ماسبيرو يعني كانت الانطلاقه للفنان الكبير طارق الدسوقي اللي ظهر من خلال الشاشه، وقدر ان هو بالفعل يدخل عدد كبير جدا من البيوت المصريه ويكون فرد من افراد العائله المصريه. اهلا بيك معانا النهارده في مصر جميله. ايه رايك في التنوره الاول؟ لا جميله طبعا، واحد التنوره وهو الطقس جو رمضان ده، ايه رايك فيه؟ خدت بالك من عربيه الفول دي كمان؟ والفوانيس وعربيه الفول، ولا انا حاسس الجو من اول احنا عندنا رمضان مختلف تماما عن كل دول العالم، حتى الدول العربيه. ده حقيقي، ده حقيقي. انت عارفه كتير قوي من اصحابي يعني مواطنين في دول عربيه كتيره بيقولوا نفس الشهاده دي ونفس الحكايه اللي انت بتقوليها، ان رمضان هنا له طقس تاني خالص، وليه روحانيات ومود تاني خالص مختلف عن اي بلد في العالم، لدرجه ان هم بيبقوا حريصين كمان. معظم اشقائنا في الدول العربيه في كتير جدا منهم بيحبوا قوي ان هم يجوا يقضوا رمضان هنا في القاهرة أو في مصر. ده حقيقة. طيب بالنسبة بقى للفنان طارق الدسوقي كده، وخلينا نقول شهر رمضان يعني أكيد مراحل متنوعة، طفولة، شباب، مسؤولية، يعني اختلفت على مدار السنوات دي كلها، لكن في دايما بقول إن في ثوابت ما بتتغيرش من واحنا صغيرين، شهر رمضان بنعملها فيه. في حاجات بقى بتتغير طبقا للمراحل العمرية بالنسبة للفنان طارق الدسوقي. زي ما انت قلت يا نجلاء كده، فعلا في حاجات ما بتتغيرش، وانا بصراحه يعني لسه على قديم، وزي ما كلنا على قديم، على قديم طبعا، عشان حلو برضه بجد. ومش عايز اقول لك من غير ما تضحكوا عليا، مساله الفانوس انا حريص عليها لغايه النهارده، وبعدين زعلان جدا ان الشهر ده اول مره لسه ما جبتش فانوس لغايه دلوقتي. يعني انا دايما حريص علي ان انا بجيب فانوس، وليا انا شخصيا، ويبقى فانوس اللي هو الصاج اللي هو القديم ده، مش اللي بيغني ويلعب ويرقص وحاجات كده، لا. على فكره احنا جبناه لك اهو، يعني اهو علشان ما تقولش ان احنا حارمينك من حاجه، اهو اصغر شويه. ولادي بقى بتاع بيجيبوا بقى الحاجات اللي ببطاريات واناشيد وحاجات واغاني وحاجات كده، لكن انا عشان احس ان ده هو الفانوس بتاع رمضان، يبقى الصاج ده، ويا ريت لو شمعه كمان، يعني يبقى شيء عبقري. فطبعا دي من ضمن الطقوس اللي الواحد حريص عليها، والزينه برضو بتاعت رمضان. مش عايز اقول لك لو جيتي عندي البيت دلوقتي تلاقيني جوه البيت وبره عامل الزينه دي، ومراتي برضو حريص على انها كل مره تعمل الحاجات دي، وعامله برضو عربيه عليها قدره فول ومدفع رمضان وحاجات كده، كل الحاجات تحس تخشي تلاقي فيه. والولاد حابين الجو ده جدا جدا. هو الحقيقه يعني مظهر جميل ان احنا نحتفل بيه ونعمل طبعًا. يعني اجواء طبعًا. رمضانيه حتى في بيوتنا طبعا. احنا عايزين ندخل على الاعمال الفنيه، وحضرتك يعني من اهم الفنانين اللي قدموا اعمال فنيه وخاصه تاريخية ودينية خلال شهر رمضان الكريم، سواء من خلال شاشة التلفزيون أو من خلال الإذاعة. وإحنا الحقيقة يعني في مقدمة البرنامج النهاردة بنقول إحنا مفتقدين جدا مسلسل التاريخ الديني، لأنه بيعلمنا حاجات كتير إحنا ما نعرفش عنها حاجة. انت كده مصره تقلبي بقى اللي عليا المواجع بقى. واحنا في الشهر الكريم وعايزين نقول كلام كله حلو، ما تنكشنيش يعني. أصل أنا حاسة إنه مطلب عين. أنت عندك حق. أولاً للأسف الشديد اختفى من على الشاشة المسلسل التاريخي والديني. يعني كان حتى زمان كان في رمضان وغير رمضان بنلاقي كتير من الأعمال التاريخية والدينية. بعد كده تقلصت الحكاية وبقت بس على رمضان فقط. وقلنا طيب ماشي، كفاية إن كل شهر رمضان نلاقي أكتر من عمل تاريخي وديني. دلوقتي للأسف الشديد حتى في رمضان اختفى من على شاشاتنا كلها مسلسل تاريخي وديني بدون اي داعي ولا مبرر. على فكره انا مش لاقي يعني مبرر او سبب مهم يخلينا نحرم الساده المشاهدين من النوعيه دي من الاعمال، مع ان احنا في امس الحاجه للنوعيه دي. صحيح. ليه؟ لان تاريخنا سواء القديم او الحديث
مليء بالنوافذ أو المشرقة والمشرفة والمضيئة واللحظات المضيئة، مليء بالأئمة والفقهاء والزعماء اللي يصلح أنهم يكونوا قدوة ومثل دلوقتي مش زمان بس. ممكن لو ألقينا الضوء على سيرتهم العطرة هنلاقي دروس مستفادة كثيرة جدا من تفيدنا دلوقتي وتفيد الشباب والأجيال اللي موجودة. عارف يا أستاذ طارق، مش بس المسلسلات الدينية والتاريخية اللي احنا بنفتقد إليها زي ما حضرتك بتقول، وخصوصا في شهر رمضان، لكن حتى زمان طابع المسلسل اللي كان بيعرض في شهر رمضان مختلف تماما عن طابع المسلسل اللي بيعرض الايام دي. معاكي تماما. زمان كنا بنستنى ليالي الحلميه، رأفت الهجان، المسلسلات اللي هي زيزينيا، الحاجات اللي كانت فيها عبق التاريخ، والمسلسلات الاجتماعيه اللي بتمثل قدوه بالنسبه للشباب. يعني التوليفه دي كلها فين النهارده من المسلسلات اللي بيتم عرضها؟ للاسف الشديد طوارت وتراجعت واختفت. المسلسل الاجتماعي الراقي، المسلسل التاريخي الديني، المسلسل الوطني، المسلسل حتى البوليسي بس اللي متاخد من ملفات المخابرات العامه او من شؤون المعنويه للقوات المسلحه، بيحكي عن قصص وبطولات حقيقيه علشان نعرف الولاد والجال اللي جايه تاريخنا ونلقي الضوء على بطولاتنا وعلى وعلى وعلى. ده للاسف الشديد ما بقاش موجود دلوقتي، لأنه بمنتهى الأمانة والصدق انسحاب دور الدولة أو الأجهزة الرسمية المنوط بها إنتاج الدراما، زي قطاع الإنتاج في التلفزيون الرسمي، زي شركة صوت القاهرة للصوتات والمرئيات، زي مدينة الإنتاج الإعلامي، بقالهم أكتر من 4-5 سنين أو أكتر ما بينتجوش أي عمل، فبالتالي سابوا الساحة للقطاع الخاص اللي هو بيعني الربح فقط بغض النظر عن المضمون، فبيدور على التوليفة السهلة السلسة اللي تعمل جذب للمشاهد، الألفاظ بقى والجنس العري، البوليسي، البلطجة، المخدرات، البانجو، الحاجات اللي هي التوابل الغريبة جدا جدا اللي هي للأسف الشديد بتعبث بعقول الناس ووجدانها، لكن في النهاية توليفة سهلة لعمل لجذب أكبر قدر ممكن من الإعلانات وجذب أكبر ممكن عدد ممكن من المشاهدين. بس أنا عايز أقول انه لا يصح الا الصحيح طبعا. يعني حته مقوله الجمهور عايز كده مقوله خاطئه جداً. بدليل طبعاً. انه لما بيتعمل عمل جيد له قيمه وله مضمون بس معمول بشكل كويس، ناس بتقبل عليه وبيحقق كثافه مشاهده طبعا. انا عايز اقول لك ان السنه اللي فاتت انا عملت مسلسل قضاء وعظماء الجزء الثاني. صحيح. السنه اللي قبلها كان قضاء وعظماء الجزء الاول. اتشير مشهد ماستر سين ليا من الجزء الاول في قضاء وعظماء، اتشير على السوشيال ميديا، عامل اكتر من 20-30 مليون مشاهده وعشرات الالاف من الكومنتات، لانه بيوصف حال العرب والمسلمين دلوقتي مش زمان، رغم انه كان بيتكلم على لسان شخصيه حقيقيه تاريخيه اللي هي موسى بن عياض، الشخصيه اللي انا كنت باديها، احد هؤلاء القضاة العظماء يعني في تاريخنا، لكن كان قد ايه دروس مستفاده وقد ايه كلام متوجه لدلوقتي. صحيح. بيرد بقى على كل على داعش وعلى القاعده وعلى اي انسان بيسيء لهذا الدين او بيلوي دراع القران والسنه علشان يحقق مارب شخصيه بعيده كل البعد عن ديننا السلس الحنيف. صحيح. الجميل. عارف حضرتك احنا حتى بنقول في العادي ان التاريخ بيعيد نفسه. أيوة. يعني لو بصينا على تاريخ مصر في مقاومتها، في العديد من المواقف اللي بتمر، لا احنا لو بحثنا في التاريخ هنلاقي ان المواقف بتتعاد باشكال مختلفه وبنماذج مختلفه، لكن الهدف كان واحد. علشان كده الاعمال دي هي اللي بترسخ عند الشباب الصغير كمان بالذات قيمه ان احنا نكون ثابتين على عاداتنا وعلى تقاليدنا وعلى مبادئنا اللي موجوده من قدم الازل. بالظبط. يعني من زمان جدا. اضافه على كده كمان يا فندم ان احنا بننادي في الفتره الحاليه بتجديد الخطاب الديني ويعني اظهار سماحه الدين الاسلامي، وده ما يجيش الا كمان من خلال قوى ناعمه ومسلسلات تقدم للساده المشاهدين، لانها بتظهر حقائق اللي كانت موجوده في التاريخ والشخصيات العظام اللي بنوا التاريخ الاسلامي. طبعا. بس تصدقي بالله بقى احنا مش محتاجين تجديد الخطاب الديني، احنا محتاجين تجديد الخطاب الثقافي ككل. والخطاب
الخطاب الديني جزء من هذا الخطاب الثقافي، لأن اللي بيعمله للأسف إمام في الجامع أو قس في الكنيسة بيوعظ بضعة مئات أو آلاف من البشر، بيجي مسلسل أو فيلم أو مسرحية أو مجموعة أغاني بيهدموا ده، لأنهم أكثر أوسع انتشارا وأكثر تأثيرا. فالدراما بتلعب دور خطير جدا في تشكيل عقول ووجدان الناس طبعاً. من خلالها تقدري تقولي كل القيم اللي انت بتتكلمي عنها نجلاء، من خلالها ممكن تتقدم للناس بشكل سلس وبشكل بسيط وبشكل الحدوتة. أكبر دليل السنة اللي فاتت أنا عملت تجربة تعتبر جديدة من نوعها، يعني أن أنا عملت مسلسل درامي لإذاعة القرآن الكريم. طب قبل ما نتكلم عن مسلسل درامي، احنا عندنا لقطات من قضاء عظماء نطلع نشوفها ونرجع نتكلم عن مسلسل الديني في الإذاعة المصرية. صدقت والله. ماذا تعني؟ أنا والله جبان، ولكن أتعلم لماذا؟ لأني أخاف أن أقف يوم القيامة بين يدي الله وفي رقبتي قطرة دم واحدة لمسلم أو غير مسلم قتل بغير الحق. ماذا أقول لرب الذي قال لي من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا؟ ماذا أقول لرسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه الذي قال لي لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشترقوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار؟ ومن أخبرك أن هؤلاء مسلمون؟ سأقول لك إذن كما قال الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه في موقف كهذا: لا أقاتل حتى تأتوني بسيف له عينان ولسان وشفتان يعرف المؤمن من الكافر. لقد جاهدت وأنا أعرف حق الجهاد. الحلال بين والحرام بين. أكمل يا رجل، لما لم تتم الحديث؟ الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور متشابهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه. لكم دينكم ولي دين. ألا إن ربكم رب واحد. دعني لما أنا فيه وبيني وبينك الله. يا رجل يا رجل، كن المقتول ولا تكن القاتل. الدنيا ساعة والآخرة خلود. الهلاك ليس ها هنا، الهلاك الحقيقي من أتى يوم القيامة بميزان تقطر منه الدماء. الهلاك هلاك النفس لا هلاك الروح. ايه العظمه دي؟ ايه العظمه دي؟ الهلاك وهلاك النفس ولا هلاك الروح. يعني هو ده بيرد على ده داعش والاسلام الحقيقي، يعني مش هنقول غير بيرد على كل اللي بيقولوا بيحاولوا يلوا دراع الحكاية ويبرروا القتل والذبح وسفك الدماء بتبريرات وهي ملهاش أي علاقة بالدين. بيرد على كل الحاجات دي. المشهد بيكمل للآخر في مشهد تاني مكمل ليه في آخر الحلقات، شيء بقولك ده من ضمن المشاهد اللي عامل أكتر من 20-30 مليون مشاهدة ومازال بيتشايل لغاية دلوقتي. فده دليل على إيه بقى؟ على إنه الشيء الجيد المحترم طبعا طالع من القلب فعلا طبعا بيوصل للناس والعقله وجدانه وبيقبلوا عليه. زي التجربه اللي انا قلتها لك بتاع السنه اللي فاتت ده. السنه اللي فاتت لاول مره اذاعه القران الكريم ما بتعملش دراما خالص. فتحمس جدا الدكتور حسن سليمان اللي هو رئيس شبكه اذاعه القران الكريم والمخرج محمود محجوب ومعاه المؤلف وليد برامو، قالوا عايزين نعمل عمل درامي في الموضوع. وكانت المشكله الوحيده انه ما فيش حتى ميزانيه للعمل الدرامي، هو الاستوديو بتاعنا والراوي موجود وكل حاجه، وما فيش طبعا موسيقى ولا تترات في اذاعه القران الكريم، فيبقى اجور الممثلين فقط هي. فقلت لهم هعمله ببلاش. والحقيقه انا وكمان مدام مديحه حمدي الفنانه الكبيره وبقيت وكاست العمل كله قلنا هنشتغل المسلسل ده ببلاش، وعملنا سفيان الثوري السنه اللي فاتت. مش عايز اقول لك رد الفعل عند الناس كان عامل ازاي،
وانا بروح اصلي الجمعه مثلا في الجامع اللي جنب البيت الاقي الناس كلها لم تعتوا هيحصل ايه ده كويس الله سفيان الثوري احنا متابعينه في ناس يعني اذاعه القران الكريم شغاله 24 ساعه على طول يعني. هي الاكثر استماعا على فكره اذاعه القران الكريم فكانت نتيجه ده انه حتى معالي وزير الاوقاف واتحاد منظمات الاذاعات الاسلاميه كرموا اذاعه القران الكريم في مصر وكرموا ابطال هذا العمل وطلبوا من احنا كل سنه نعمل عمل. والسنه دي بنعمل ليث بن سعد بيتذاع برضه على اذاعه القران الكريم من اول يوم رمضان وانا بشرف طبعا بتقديم هذه الشخصيه. فبقول لك قد ايه تاثير الدراما فممكن استثمارها واستغلالها هو ده المفروض اللي هو يحصل. يعني لما بنتكلم عن القوى الناعمه بنقول ان تاثير العمل الدرامي اللي بيشوفه وبيتابعه الملايين بيكون ليه يعني اقوى من السلاح في احيان كثيره طبعاً. جدا فالمطلوب طبعاً. ان احنا خاصه مع شهر رمضان يعني يبقى في جرعه دينيه وجرعه تاريخيه ترد على كل ما يحدث من احداث حاليه بنحاول فيها ان احنا نظهر حقيقه الاسلام. فنان طارق دسوقي يمكن انت شاركت في اعمال كثيره جدا اجتماعيه ودينيه ولكن بيفضل كده اعمال ما تتنسيش أعمال لما بنفتكرها بنقول الله ده كانت من أحلى المشاركات ليا دي تركت بصمة خاصة عندي أنا شخصيا قبل الجمهور. ده سؤال صعب قوي عشان ومش عايز أجاوب إجابة تقليدية كلهم أولادي لا وأبنائي. أنت عندك أعمال بتحبها أكتر بس وأنا عارفة حاجة صدقيني ويمكن ده معرفش توفيق من ربنا وحظي إن أنا من الممثلين القليلين اللي عملت انا عامل 80 مسلسل تلفزيوني ما شاء الله حوالي 15 فيلم 15 مسرحيه العديد من اعمال الاذاعيه والسهرات الدراميه. والله العظيم بجد مفيش عمل واحد ممكن اندم عليه او اخجل منه او ممكن يتصنف على انه سطحي او تافه او مبتذل ده بصدق شديد حتى يمكن لو كلهم حلوين بس انت استمتعت وانت بتشتغل الشغل ده زعلت اما خلص لا بس انا اعتقد انه يعني اجابه حضرتك صادقه جدا لان انت بتختار بعنايه شديده جدا كل الاعمال اللي حضرتك قدمتها. يعني انا متفقه معاك تماما ان مفيش عمل حضرتك قدمته تخجل منه او تبقى متضايق ان هو بيتعاد او بيتذاع بل بالعكس كل ما يتذاع كل ما حضرتك تفرح فده مسؤوليه الفنان تجاه جمهوره وتجاه المجتمع. طبعا انا بقول لك انه الفنان بالتحديد او اي شخصيه عامه او اعلامي او حد مشهور وصنع نجاحه ده بحب الناس طبعا. فلازم يبقى عند حسن ظن الناس. الفنان بالتحديد هو لسان حال الناس هو اللي بيعبر عن الامهم احلامهم طموحاتهم في كل مكان صادق كل مكان ده واصل لقلوب الناس وهو مدين ليهم بده. في نفس الوقت انا بعتبر انه اي فنان ما يراعيش ضميره او ما يتقيش ربنا في كل حرف كل عمل بيقوله مش فنان بس اي فنان او اي اعلامي بيبقى ابشع واخطر من تاجر كله من هيبقى في رقبتنا قدام ربنا سبحانه وتعالى بقول لك ابشع واخطر من تاجر مخدرات يعني أيوة متخيله لانك انت بتشكلي عقول ووجدان الناس بيثقوا في كل كلمه انت بتقوليها صحيح. الغالبيه العظمى من بسطاء الناس يعني الست ام محمد وابو احمد اللي قاعدين على الشلته في البيت وبيتفرجوا على التلفزيون بيستمدوا كل ثقافتهم ووعيهم من التلفزيون صحيح. بص بتقول ايه بص الواد بيعمل ايه لابوه بص مش عارف ايه اللي وبياخدوا ده ان هو مثل وقدوه يحتذى. فلازم فعلا نبقى يعني نراعي ضميرنا تماما في كل حرف وكل كلمه ولازم نسال نفسنا سؤال مهم قوي واحنا بننتج اي عمل فني او بنعمل برنامج حتى تلفزيوني كلنا كل القائمين عليه لازم يسالوا سؤال في منتهى الخطوره احنا بنعمل ده ليه؟ ايه الهدف من ايه الهدف؟ انا عايز اوصل ايه؟ انا مش ضد اي شكل من اشكال البرامج ولا الدراما نعمل كوميدي ونعمل تراجيدي وسسبنس واكشن كل شيء في الدنيا انا موافق بس في النهايه انا هقول ايه؟ بس دي مسؤوليه إيه؟ كبيره برضو يا استاذ طارق اسمح لي يعني من المفترض ان يكون في زي ما بنقول كده ان احنا عندنا خريطه لكل حاجه في البلد وخصوصا في الفتره الحاليه تنميه في كل المجالات لازم يكون عندي خارطه لتوضيح دور الفن كمان والفنانين والقائمين على العمل الفني في مصر لابد ان تكون في منظومه متكامله لهذا الموضوع. حضرتك طبعا. يعني بتشارك في العديد من الاعمال سواء كانت الاعمال الثقافيه او الفنيه
شايف ان ده موجود بالفعل؟ شايف ان في نوع من المسؤولية الاجتماعية من المسؤولين والقائمين على حركة الثقافة والفن في مصر تجاه هذا الموضوع؟ ده ملف في منتهى الخطورة والأهمية، وملف شائك جدا، وانا قلته على فكرة وعلنته بالفم المليان ان ملف الثقافة بشكل عام والفن بالتحديد هو ملف امن قومي طبعا، خصوصا في المرحلة اللي بتعيشها مصر طبعا. احنا بكل المعايير والمقاييس بنعيش حالة حرب، حالة حرب حقيقية طبعا. كل يوم بيسقط شهداء من الشرطة ومن الجيش ومن المدنيين الأبرياء، في مؤامرات كثيرة جدا بتتعرض ليها مصر من الداخل ومن الخارج. فلازم الثقافة بشكل عام والفن بالتحديد والإعلام كوسيط لنقل كل أشكال الثقافة والفنون لازم يبقى أبص عليه أعرف أن البلد دي في حالة حرب فعلا، لازم أهل الجبهة الداخلية وأهل الناس فعلا لأنهم قد إيه يبقوا متمسكين بالبلد دي، عارفين يعني إيه أرض، يعني إيه عرض، يعني إيه وطن، يعني إيه نحافظ على كيان بلد بمؤسساتها بكيانها، يعني إيه نصبر، يعني إيه ما نديش ودنا لحد، يعني إيه نبقى فخورين ومعتزين ببلدنا ونحافظ عليها، يعني إيه نبص حوالينا لكل الدول اللي للأسف الشديد سقطت وانهارت فمش عايزين السيناريو ده يتكرر هنا، فلازم نبقى فتحين عينينا وودنا. دي مسائل في منتهى الخطورة والأهمية، واللي بيلعب الدور ده هو الملف ده، هو الثقافة، الفن، الإعلام. فده ملف أمن قومي وفي منتهى الخطورة، ولازم زي ما انت قلتي نبقى عندنا رؤية، عندنا استراتيجي واضح انا عايز ايه من الثقافه في المرحله دي. صحيح. ايه مواصفات المنتج الثقافي والفني اللي صدره للناس في المرحله دي طبعا. ازاي اوصل بيه للكفور والقرى والنجوع وكل محافظات مصر، مش طبعا. القاهره واسكندريه بس، ده عايز خطه وعايز رؤيه كامله وعايز تواصل وتعاون بين مش بس وزاره الثقافه، وزارات كلها، شباب طبعا. ورياضه، تعليم عالي، تربيه وتعليم، وزاره الثقافه. صحيح. اجهزه الاعلام كلها. وبالمره بقى يا ريت يعملوا لنا وزير اعلام، يعني انا دي بتمناها الحقيقه، لانه ولو مش قادرين نعمل وزير اعلام ممكن يبقى مثلا مستشار رئيس الوزراء للاعلام، مستشار رئيس الجمهوريه للاعلام، ويقوم بالتنسيق بين الثلاث جهات بقى، نقابه الاعلاميين والهيئه الوطنيه للصحافه والهيئه الوطنيه للاعلام، ينسق ما بينهم ويبقى دور فعال واضح لكل مؤسسة وكل كيان من دول، ما يتضاربوش مع بعض، بالعكس كل منهم يكمل الآخر. صحيح. عشان المنظومة الإعلامية تكمل. طبعا احنا مش نقدر نغفل انه كل الجهات شغالة على حدة بخطة واستراتيجية خاصة بيها، ولكن زي ما حضرتك ذكرت انه لازم مايسترو يعمل طبعا. الإيقاع ما بين الجهات المختلفة المسؤولة طبعا. عن نشر الثقافة طبعا. والوعي والإعلام طبعا. ده مطلوب يعني، واعتقد انه ده مطلب عام كمان لكل السادة المواطنين. ارجوك مش المواطنين بس الحقيقة، امال احنا مواطنين. احنا هنطلع برضو فاصل نشوف مع حضرتك جزء من مسلسل الاخت تريز، وهو اتعرض 2012 واعتقد انه كان مهتم جدا بموضوع وهو الخاص بتصدير فكرة الفتنة الطائفية في المجتمع المصري، وكان فيه برضو ردود من خلال هذا المسلسل. نشوف جزء من الاخت تريز ونرجع مرة. رمضان اسمع كلامي زين وافهم الموضوع ده، واعر عايز مخ دماغ مش عايز دراع. فهمني يا بوي. احنا طول عمرنا راسنا مرفوعة، مفيش عيلة في الصوت كلها تقدر توقف وشنا، يعني لو هنعمل اللي عم نتفكر فيه يبقى من بكرة احنا ولاد عمنا نشيل السلاح ونخليها بحور دم. ما انا عارف يا بوي، هم اعتدوا على منا وكمان حرقوا الشونة، احنا من حقنا ندافع. اسمع اسمعني، انت لسه صغير، الاقباط دول مش عيله هنقف في وشها لغايه ما نحبسهم في بيوتهم ونخليهم يلبسوا الطرح. لا، احنا لو قلنا العراق الخواطر كلها شرق وغرب هتولع، هتبقى بحور دم، وفي دقيقه واحده هتلاقي امن الدوله في جروسنا، ويبقى صح الخواطر زي ما بيقولوا بتوع فتنه. طب نعمل ايه؟ فهمني يا بوي. المثل بيقول واخد الحد ارفد، واحنا هناخد حقنا بس مش بيدنا، لازم المسلمين كلهم يبقوا معانا، وساعتها مش هيبقى الخواطر والاقباط، لا هيبقى الاقباط والمسلمين، وساعتها حرب سليمان تاكله وعياله وعيلته كلها. يا
هند عليك يا رمضان، هند عليك، هان عليك، تحرق قلبي يا رمضان، هان عليك، تسيبني لوحدي في الدنيا دي من غير سند، من غير ذرية. ده انا عملت كل ده عشان خاطرك يا قاد، عشان لما تكبر تلاقي في ظهرك مال وكلمة زي السيف على رقاب الكل. آه يا رمضان. طب ليه كده؟ طيب ليه كده؟ ما كنا كويسين. ده مسلسل اخت تريز، كان بيتكلم على فعلا الوحده الوطنيه واهميتها، ورغم ان انا عامل هنا دور شر تماما يعني، لكن انا الملف ده اساسا معني بيه جدا، وانا على علاقه طيبه وجيده جدا مع معظم قيادات المسيحيه في مصر والاسلاميه، وبحضر ندوات ومؤتمرات كتيره بتتكلم عن اهميه الوحده الوطنيه، وان احنا كلنا نبقى على قلب رجل واحد، لان انا شايف ان صمام الامان الحقيقي لمصر هو في ترابط اهلها يعني. فكان المسلسل ده بيناقش القضيه دي، وده هنا انتقام السما منه انه حرمه من ابنه شخصيا، اللي هو ابنه الوحيد كمان والكبير، بيعمل كل ده علشان هو اشعل الفتنه او نار الفتنه بين المسلمين والمسيحيين، عشان تحقيق مقاربه هو الشخصيه. اول واحد اتكوى بالنار بالظبط. لا، ويعني مش اي انتقام يعني، اصعب انتقام على اي اب ان هو يفقد ابنه وكمان ابنه الوحيد، فيعني ده كان درس وموعظه. يعني اختصار الاول، احنا محتاجين للنوعيه دي من الدراما اللي هي تناقش قضايا ومشاكل وهموم منتهى الأهمية والخطورة بنعيشها، تلقي الضوء عليها وتحاول تطرح حلول ليها. دراما ترسخ الهوية المصرية بكل ما تحمله الهوية دي من عادات، من قيم، من تقاليد، من لغة. دراما تلقي الضوء على تاريخنا المعاصر والقديم، وعلى قادتنا وعلى زعمائنا و و و ده اعتقد وظيفة الدراما في اي بلد نامي. ده اللي احنا محتاجين. بس النهارده بقى اللي بيتعرض في شهر رمضان والمتابعه للاعمال الدراميه اللي بيتم عرضها في الوقت الحالي، فنان طارق الدسوقي بيشوف ايه وبيتابع ايه؟ خلونا ناخد فاصل، وبعد الفاصل نرجع بقى ونشوف رمضان السنه دي مع الفنان طارق الدسوقي، سواء كان مع متابعه المسلسلات او الجو العائلي والاسري. بعد الفاصل. هو المعهود، يستقبل المصريون رمضان بعادات ترسخت بداخلهم، ويأتي على رأسها فانوس رمضان والذي يعود أصله إلى الدولة الفاطمية. لتمر السنوات والعقود ويبقى الفانوس المصري بشكله التقليدي له طبيعته الخاصة المرتبطة بالشهر الكريم. ده شهر عبادة وبنصلي وبنصوم ونعرف ربنا، ولكن الأولاد والصغيرين لازم الفوانيس ديت مرتبطة بشهر رمضان من زمان، مش النهاردة بس. الفانوس بيفكرني برمضان، وبيفكرنا وإحنا صغيرين لما كنا ننزل الشارع ونلعب بيه، والفانوس القديم أكتر من الفانوس الحديث يعني. الأسعار تقريبا ما اختلفتش، ممكن تكون عالية حاجة بسيطة، خصوصا الحاجات الهاند ميد اللي هو شغل النحاسيات. مازال الفانوس النحاس هو اللي واكل الجو، الناس كلها بتيجي من كل حتة، بتيجي السيدة زينب بالذات ان هم يشتروا الفانوس اللي معمول في الورش اللي بتبقى معمولة جوه النحاسيات عموما. انا لسه نازلة اشوف، فانوسهم كلها حلوة بصراحة، والأسعار بتاعتها كويسة يعني، الحمد لله يعني، والكل بيشتري. دي عادة احنا تربينا عليها، وعلى طول كنا بنجيبها، والفوانيس اللي هي كانت بشمع ودلوقتي اتطورت وبقت الفوانيس اللي هي العادية زي اللي ورانا ديت، ودلوقتي لما ننزل خشب احنا جايين نجرب. فانوس رمضان هو احد المظاهر الشعبية الاصيلة في مصر، وبيشكل احد معالم فنونها الفولكلورية. وتاريخيا
بيعد المصريون هم أول من عرفوا فانوس رمضان علشان يفضل تقليد موروث للجيل الموجود والأجيال القادمة. ورغم مرور السنين وتعاقب العصور بيفضل فانوس رمضان ضيف مرحب بيه في كل شارع وبيت على أرض مصر. عاوزك تكوني متسمة في وقت اللحظة الحاسمة، عاوزك تكوني متسمة في وقت اللحظة الحاسمة، وإن سألوك كل نصيب وجسمك، إذا سألوك كل نصيب وجسمك. روحي للي حبتي يا شيخة، روحي للي حبتي، وبتناديني تاني ليه انتي
انتي عاوزة مني ايه؟ اه يا ناري منك يا ناري خلتيني بعيش بافكاري، اه يا ناري منك يا ناري خلتيني بعيش بافكاري. شربت البحر ولا طفى ناري، شربت البحر ولا طفى ناري، عينيك بعينه بتلاقي بتناديني تاني ليك. البت بيضة بيضة بيضة، البت بيضة وانا اعمل ايه؟ يا ولد يا ولد انا حبيت وفي نار الهوى مكاويت، يا ولد يا ولد انا حبيت وفي نار الهوى مكاويت. ضيعت مالي على حلالي، ضيعت مالي وانا اعمل ايه؟ البت بيضة بيضة بيضة، والبت بيضة وانا اعمل ايه؟ هو ده يا نعنع يا نعنع يا ابو ريحة حلوة ترد الروح تريح القلب المجروح، يا ابو ريحة حلوة ترد الروح تريح القلب المجروح. يصعب عليا يا ما تتباع يا نعنع حلو يا نعنع يا ابو ريحة حلوة ترد الروح تريح القلب المجروح، يا ابو ريحة حلوة ترد الروح تريح القلب المجروح. شكرا. ان احنا كنا بنتكلم على الدراما الصعيدي، فواضح ان الفرقه قالت سمعنا حاجه صعيدي بقى تاثرت باللغه ودور حضرتك في الصعيد، فقالت سمعنا حاجه صعيدي بقى. شكرا لحضراتكم. احنا عايزين نرجع نتكلم على الاسره وشهر رمضان، ويعني ما شاء الله اولاد حضرتك يعني كنا بنحكي في الفاصل انهم اشقيه شويه. كلهم حرام. لا يعني هم طبعا انا الحمد لله عندي يعني كل المقاسات يعني ما شاء الله. بس هو طبعا اشقاهم يعني، هو نايم دلوقتي مش سامعني فالحمد لله خد راحتي يعني. واشقاهم يوسف، يوسف 5 سنين في كي جي 2، ويعني مش عايز اقول لك بيمشي على الحيطه يعني بيعمل حاجات غريبه جدا. وانا الحقيقه يعني كل شويه استدعى الولي الامر المدرسه يعني رايح جاي خايف يستدعوني الاقي اسم بوليس بيكلمني مثلا. ربنا يستر. بس حلو الشقاوه ده يعني دليل ذكاء. لا والله مش حلو قوي والله يعني. دليل ذكاء والله. لو عايز نجيبه لك عند حضرتك يعيش عندك شويه لو انت يوريك الذكاء لو انت مبسوطه يعني. انا مامته هتفرح جدا هتفرح جدا. المهم ان انا ضد العقاب او العنف يعني، فدايما بصدر مامته عشان انا افضل الحنين الطيب الصدر الحنين. الحاجات. ففي يوم بقى كان عامل شقاوه جامده جدا جدا، فخرجها عن شعورها ضربته. ضربته بقى وشتمته ونيمته منكد يعني. تاني يوم راح المدرسه، كان عنده تقريبا حصه دين في المدرسه ولا ايه. فراجع من المدرسه بقى اول ما دخل من الباب، بابي فين؟ بابي فين؟ ايه في ايه؟ انا قلت في كارثه حصلت. فراح رحت نازل، ايوه يوسف في ايه خير عايز ايه؟ قال لي ممكن اسالك سؤال؟ قلت له اه قوي. قال لي هي مامي مسلمه؟ فانا السؤال خلاني لفيت حوالين نفسي. اكيد. ايه لا هو شاي اه بس هيعمل لي فتنه طائفيه في البيت. فلقيته بيقول لي هي مامي مسلمه؟ فانا مش عارف، فعلى طول تملكت كده نفسي قلت له اه طبعا مسلمه. قال لي طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ومامي ضربتني وشتمتني وانا ما سلمتش لمسه من يدها. طب شوف الحجه. استني بس انا مش عارف بقى ارد. قلت له بصراحه مش عارف. لا ممكن تسال. هي كانت سامعاني بقى. فراحت مامته جايه له قالت له لا ما انا بقى ماشيه مع الحديث النبوي اللي بيقول
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع بيده فلا يستطع بلسانه، وهذا اضعف الايمان. طبعا يعني قلت لهم لا ده انتوا يعني تسلكوا. دي مناظره دي كانت مناظره ما بين يوسف ووالدته، بس الحجه بتقابلها الحجه يعني. لا دلوقتي الجيل ده. طيب قبل ما نختم لقائنا، لان للاسف الشديد الوقت بيعدي بسرعه جدا، عايزين كلمة بنقولها في شهر رمضان لكل السادة المشاهدين اللي بيشوفونا وبيتابعونا النهاردة. فنان طارق دسوقي، يعني أملوا إيه في رمضان اللي جاي إن شاء الله، ويعني الرسالة اللي حابب إن هو يوجهها. أولا كل سنة وانتم طيبين، والسادة المشاهدين كلهم بخير وسعادة، ويا رب إن شاء الله يعود علينا رمضان ده وإحنا ورمضان اللي جاي بإذن الله، ومصر والأمة العربية كلها تبقى في أتم صحة وأسعد حال، تبقى أكثر أمنا واستقرارا وطمأنينة، وده شيء كلنا بنحلم بيه ونتمناه. عايز أقول لكل الناس أنه مصر جميلة بجد، وده مش اسم البرنامج، لا دي حقيقة، مصر جميلة فعلا، وهتبقى أحلى وأحلى بإذن الله السنين اللي جاية إن شاء الله. وده بجهود كل المخلصين والعاشقين لتراب هذه البلد، وإحنا فعلا بنمتلك كل الإمكانات البشرية والمادية اللي تؤهلنا إن إحنا نبقى أعظم أمة في الدنيا، وإحنا ماشيين فعلا على الطريق وإن شاء الله ده يحصل قريب بإذن الله. إن شاء الله كل سنة وحضرتك طيب، نورتنا بجد، وإن شاء الله رمضان القادم نتابع عمل من أعمال الفنان الكبير طارق دسوقي. ألف شكر لحضرتك. نشكر فرقة نجوم الليل محمد منسي اللي كانوا معانا النهاردة في حلقتنا في مصر جميلة. نشكر كل السادة المشاهدين اللي تابعونا، وإن شاء الله بكرة سهرة جديدة ومصر دايما جميلة.